بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حضرنا هذه الليلة في منزل الشهيد علي الدمستاني والمعتقل إبراهيم الدمستاني تضامنا معه، فهم وقود الثورة وهم قادتنا بالنسبة لهذه الثورة، ونتمنى من أهالي الشهداء التواصل والترابط لأنهم قدوتنا، وبفضل دماء الشهداء سوف ننتصر إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.